الجامع الأموي الكبير درة على تاج دمشق، ندخله من أحد أبوابه الأربعة المفتوح على سوق الحميدية الشهير وسط دمشق القديمة والمسمى باب البريد. على الباب تظللنا سماء من الفسيفساء، بل يبدو المسجد كله إذا قرأنا تاريخه قطعة فسيفساء تاريخية كبيرة شكلتها العصور والأديان والأقوام المارون بدمشق فمنذ آلاف السنين، وقبل أن يقرر الوليد ابن عبد الملك الأموي بكثير بناء هذه التحفة كان المكان يسمى تلة المعبد. تغير المعبد وشكله مرارا ولم تتغير وظيفة المكان. البناء كان بأيدي إسلامية، وكانت أول تجربة للمسلمين في نظام العمارة الإسلامية، وعندما انتهي من العمل جاء تحفة فنية نادرة المثال وعد في وقته من عجائب الدنيا الإسلامية. منذ بنائه عام 705 ميلادية تعرض المسجد خلال عمره الطويل للزلازل والحرائق والحروب، ليعيد أهل دمشق ترميمه من جديد بجهودهم الجماعية في كل مرة يصيبه مكروه. روح مبادرة جماعية نجدها حتى في الآذان الجماعي الذي يميز المسجد عن سائر المساجد في العالم. كانوا يؤذنوا الأذان الجماعي من سنة 1973 وما قبل، كله أذان بدون ميكروفون، بدون إذاعة. لكل ركن في الأموي قصة تاريخية أو شعبية، اختلف المؤرخون في أصل كل قصة. يزوره المسلمون والمسيحيون على حد سواء للتبرك بمقام يوحنا المعمدان، ويزوره السنة والشيعة للوقوف على مشاهد صحابة وآل البيت كمشهد رأس الحسين هنا قبل نقله إلى مصر. تلفت انتباهنا مآذن الأموي غير المتشابهة، لكل منها تاريخ منفصل وقصة مختلفة. العروس أقدم المآذن قايتباي المصرية، ومئذنة عيسى بشكلها الرشيق وقصتها الدالة على طوق أهل الشام للخلاص. يؤمن الدمشقيون أن السيد المسيح سيهبط عليها من السماء في آخر الزمان ليخلص العالم من الدجال. صفاء محمد، قناة القاهرة الإخبارية، دمشق.